السلام عليكم ورحمة الله أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة، وحلقة جديدة من برنامج هاتريك. حلقتنا اليوم راح تكون بها الكثير من المتابعات والمواضيع، أهمها ما جاء في مقررات اجتماع اتحاد الكرة اللي انتهى قبل قليل، والآن الساعة 7 دخلت لجنة المنتخبات في اجتماع مهم أيضا. كل هذه المواضيع راح نناقشها في حلقة هاتريك لهذا اليوم. بعد هذا الفاصل راح ننتقل أنا وياكم إلى متابعاتنا وضيف حلقتنا اللي هو الكابتن سامي بحيت، ابقوا معي. اهلا بكم مشاهدينا، خلي ابدا مع متابعتنا. المنتخب العراقي بالمبارزه للشباب والناشئين يواصل تحضيراته للمشاركه في البطوله العربيه اللي راح تقام في الكويت خلال الشهر الحالي. عضو الاتحاد عبد الهادي حميد اكد ان العراق راح يشارك بفئتي الشباب والناشئين ولكلا الجنسين وبالأسلحة يعني للرجال والسيدات وبالأسلحة الثلاثة اللي هي السيف العربي وسيف المبارزة وأيضا سلاح الشيش. راح تقام البطولة من يوم أو راح تقام يوم 8 لغاية يوم 16 من هذا الشهر. التحضيرات مستمرة مثل ما تشاهدون في القاعة المخصصة للاتحاد العراقي للمبارزة لاختيار اللاعبين المؤهلين لتمثيل العراق في منافسات البطولة العربية، بالإضافة أنه الملاكات التدريبية المشرفة اختارت اللاعبين وفق ما أفرزته البطولة الأخيرة اللي نظمها الاتحاد، وأيضا يسعى الاتحاد العراقي للمبارزة لتحقيق نتائج على مستوى الناشئين والشباب في هذه البطولة. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني للرجال والسيدات لفئتي الناشئين والشباب في البطولة العربية اللي من المؤمل أن تقام يوم 8 لغاية يوم 16 من هذا الشهر في الكويت. أيضا على هامش انطلاق البطولات في العراق نظم الاتحاد العراقي للشطرنج، الاتحاد العراقي المركزي للشطرنج، بطولة نهائي العراق للرجال لعام 2019. هذه البطولة أيضا يعني شارك بها أكثر من 100 لاعب من مختلف محافظات العراق. هذه البطولة راح تسفر عن اختيار لاعبي المنتخب الوطني من المركز الأول إلى الخامس. راح يختار الاتحاد العراقي لاعبين للمنتخب الوطني اللي يستعدون أيضا للمشاركة في البطولات الخارجية منها العربية والآسيوية وأيضا الدولية. كل التوفيق للاتحاد العراقي للشطرنج، وراح نتابع بعض تصريحات أعضاء الاتحاد ورئيس اتحاد الشطرنج. هذه البطولة اللي هي تعتبر من أقوى بطولات الفردية لاتحاد الشطرنج العراقي، الغرض منها تسمية منتخب الوطني للرجال لعام 2019 إضافة إلى بطل العراق لعام 2019. هذه البطولة يشارك بها 56 لاعب مختلف محافظات العراق، حقيقة جميع محافظات العراق جاية في هذه البطولة اللي هي 18 محافظة. تقام البطولة وفق النظام السويسري من 13 جولة. نتمنى أنه اللاعبين المنتخب الوطني واللاعبين المتقدمين المنتخب الأولمبي والمنتخب الشباب اللي سجلهم اتحاد الشطرنج العراقي إضافة إلى لاعب واحد من كل محافظة والبقية طبعا على نفقتهم خاصة، نتمنى يقدمون لمحات جيدة تعكس مدى تطور الشطرنج العراقي على الصعيد الساحة العربية والآسيوية والعالمية. طبعا تقام بطولة نهائي العراق للرجال الشطرنج لهذا العام 2019، وهذه أجرأ نهائي يعني اعتبره في تاريخ الشطرنج العراقي، لأنه أصبح نهائي مفتوح يعني لجميع اللاعبين من كل المحافظات، وحتى العدد اللي وصل في هذه المنافسة إلى أكثر من 56 لاعب. وطبعا هاي خطوة جريئة وجبارة وصحيحة لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن لإثبات وجودهم. طبعا هذه البطولة معتمدة دوليا وهي من أجل تسمية المنتخب الوطني، يخرج منها من اللاعب رقم واحد ولغاية الرقم خمسة. نتمنى أنه تقديم أفضل المستويات، خصوصا وأنها هي شملت جميع محافظات العراق 18 محافظة. الحكام لإدارة هذه المباراة حكام دوليين، مشرفي البطولة هو أستاذ عمر الأنصاري ومحمد الحكيم، وحكام البطولة الحكم الدولي إسماعيل إبراهيم وحسين علي حسين.
طيب كل التوفيق للاتحاد العراقي للشطرنج وايضا للاعبي منتخبنا الوطني. خلينا ندخل الى محور حلقتنا لهذا اليوم اللي راح نناقش به مقررات اجتماع اتحاد الكره وما حدث بعد هذا الاجتماع. لكن خلي اخذ هذا الخبر انه منتخبنا الوطني احتل المركز 80 عالميا حسب تصنيف قسم الإحصاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم. منتخبنا وصل إلى المركز 80 بعد ما كان في المركز 88، يعني تقدمنا 8 مراكز في التصنيف الدولي بعد أن جمع المنتخب 1309.72 نقطة، 1309 نقاط في سلم ترتيب المنتخبات العالمية. هذا التقدم اللي حصل نتيجة المباريات الودية الرسمية وأيضا المشاركة في بطولة أمم آسيا والمباريات اللي فزنا فيها في المباريات الودية وأيضا المباريات الرسمية في بطولة أمم آسيا، ارتقينا إلى مركز 80 عالميا، أيضا ثامن عربيا على مستوى العرب، احنا حصلنا المركز الثامن، إضافة إلى أنه فريقنا بقى في المركز التاسع آسيويا. كل توفيق لمنتخبنا إن شاء الله في قادم الأيام، وحتى نعرف أنه نتمنى أنه يوم نوصل للمركز 30-35، يعني الله يكتب لنا عمر ونعيش ونوصل لهذا المركز. طيب اتحاد الكرة اليوم اجتمع بعد نهائيات أمم آسيا، هذا الاجتماع هو الأول بعد الخروج من بطولة أمم آسيا. الاجتماع صدرت به الكثير من القرارات، لكن كان هناك اعتراض واضح، وايضا السيد علي الاسدي تحدث اليوم، اتصلت به طبعا انا قبل البرنامج ودعيته انه يخرج الى الاعلام ويحكي على الموضوع اللي صار. خلينا نتابع صور من اجتماع اتحاد الكره اليوم. الاجتماع تمخض عن اولا الاعطاء فرصه اخيره لكاتانيتش، زين الفرصه الاخيره انا راح اناقشها نقطه مع ضيف اليوم الكابتن سامي. الفرصة الأخيرة ما أعرف هي شنو معناها الفرصة الأخيرة، هل هي التصفيات، هل هي البطولة اللي راح تقام بطولة الصداقة، بطولة غرب آسيا، تصفيات كأس العالم، ما نعرف فيها هي الفرصة الأخيرة. أيضا التعاقد مع مدرب اللياقة غونزالو وإبعاد كل من الكابتن سردار محمد وابن أوسكار، يعني ابن كاتانيتش أوسكار، أيضا تشكيل لجنة للتعاقد مع مدير فني للاتحاد، يعني مخاطبة الاتحاد الدولي والآسيوي لترشيح شخص يكون هو مدير فني لرسم السياسة الداخلية لاتحاد الكرة وتطوير الفئات العمرية وتطوير الدوري العراقي وتطوير عمل اتحاد الكرة. ها راح أرجع لها أيضا هذه النقطة. توسيع عمل اللجان وخاصة لجنة المنتخبات اللي تم ترشيح كل من أكرم سلمان، يحيى علوان وخلف كريم لشغل أعضاء في هذه اللجنة، وإجراء الانتخابات التكميلية لمنصب النائب الأول لاتحاد الكرة. راح أرجع نقطة أفصلها هذا الموضوع. اتصلت بالسيد علي الأسدي اليوم قلت له ليش ما حضرت بالاجتماع، قال يعني اليوم ما حاضر بالاجتماع. هذه الصور قبل آخر اجتماع للاتحاد، يعني تشوفون هنا تلاحظون السيد علي الأسدي موجود، آخر اجتماع للاتحاد الكرة كان موجود هو، لكن اليوم يقول أنه تم تبليغنا بالجروب، قال أنا مشترك بأكثر من جروب، يعني أكثر من جروب لبرامج رياضية لرياضيين لاتحاد الكرة للعديد من المواقع على الواتساب. قال إحنا دازين أنه اليوم نبلغي اجتماع، يقول أنا إذا أقعد أتابع الجروبات كلها فمعناها ما راح أقدر أشتغل ولا أقدر أنه أتابع ما يجري في الوسط الرياضي. بصراحة هل تم تبليغ اتحاد الكرة عن طريق الجروب؟ يعني إحنا قمنا نتواصل على الجروبات، يعني اليوم أنا من أسوي جروب زين ساني بالله، إحنا إعلاميين نقدر نسوي جروب للعمل، نقدر نتواصل واحد ويا الأخ، وحتى مرات إحنا من عندنا جروب ونشتغل به ونقول يا بتر إحنا عندنا فلان حلقة، فلان موضوعنا، فلان شيء عندنا، نرجع نتصل واحد يتصل بالأخ يأكد هذا الموضوع. اليوم يعني سيد علي الأسدي قال أنا ضد هذه القرارات اللي وصفها بالتعسفية وإنه حلول ترقيعية وليست صحيحة وليست مكملة لعمل اتحاد الكرة. السيد علي الأسدي وجهنا له الدعوة لكن قال أنا أرفض أطلع اليوم بالإعلام وانتظروا من عندي ما أعرف إنه شنو اللي راح يصير. هل سؤال يعني نطرح اليوم، هل السيد علي الأسدي راح يقدم استقالته من عمله في اتحاد الكرة؟ أبرز تصريح اليوم اللي قاله يعني ما عندي علم بالاجتماع وما تم تبليغي من قبل أمين السر، وقرارات اليوم أعتبرها تسويفية ولا تمثلني.
يعني عدد من أعضاء الكرة يعني هددوا بالاستقالة بسبب أنه أيضا تمسك السيد فالح موسى، يعني حسب ما وصل لي أنه حسب يعني تمسك السيد فالح موسى بمنصبه، بعض الأعضاء طالبوا بالاستقالة أنه يترك هذا المنصب وتعيين شخص آخر، لكن كان هناك اعتراض من عنده ومن قبل بعض أعضاء الاتحاد. ما أعرف، خلينا نتابع تصريح الزميل حسين الخرساني عضو المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة وشنو قال عن اجتماع اليوم، خلينا نتابع. اليوم عقد اتحاد الكرة اجتماع رقم يعني الأول اليوم، إن شاء الله سيتم استكماله يوم غدا أيضا بعد اجتماع المنتخبات. اليوم راح تعقد اجتماع لمناقشة المشاركة العراقية في بطولة آسيا، على ضوءها راح يكون هناك اجتماع للمكتب التنفيذي لاتحاد الكرة يوم غد. أهم القرارات اللي اليوم اللي صدرت هو مخاطبة الاتحاد الآسيوي والدولي من أجل التعاقد مع مدير فني للاتحاد، مدير فني أجنبي يقود الاتحاد وفق يعني التخطيط الطويل الأمد. إن شاء الله يكون من الأسماء المرموقة اللي نأمل عندها، خاصة إن كانت هذه المطالبات كثيرة جدا في الفترة الأخيرة من الإعلام الرياضي، وأعتقد أنه هاي الخطوة لو تمت في الوقت القريب ستكون يعني إضافة قوية للاتحاد في مجال المنتخبات الوطنية. تشكيل لجنة تحقيقية على ضوء ما طرح الإعلام الرياضي حول يعني المشاركة العراقية وفي بعض المواضيع حول تسيب اللاعبين وسهرهم مثل ما أشار في بعض القنوات. اللجنة يعني مؤلفة من الدكتور قاسم لزام والدكتور عدنان لفته والمهندس محمد فرحان، راح يباشرون عملهم بشكل نهائي ويستدعون كل الأسماء اللي كانت وراء الحدث من أجل يعني تقصي الحقائق والوصول إلى الحقيقة التي يعني المهم اللي تخدم الشارع وتخدم منتخباتنا الوطنية. إذا كان هناك مقصر لا يعني الاتحاد كما أشار في الكثير من المناسبات أنه لن يتوانى في معاقبة أي لاعب مهما كان حجمه وكان تاريخه ومهما كان اسمه، وإذا ما لم يكن هناك أي قصور فأعتقد أنه الموضوع سيتخذ إلى إجراءات أخرى. إضافة السادة أكرم أحمد سلمان، المدربين الكبار أكرم أحمد سلمان ويحيى علوان وخلف كريم إلى لجنة المنتخبات بالعمل مع اللجنة ومع الأسماء الموجودة. مثل ما أشرنا أنه لجنة المنتخبات راح تعقد اليوم اجتماع مهم يعني ستوجز المشاركة العراقية في العديد من النقاط. أيضا سيكون هناك اليوم من ضمن الاجتماع يعني تسمية الملاكات التدريبية والمنتخبات الناشئين والشباب، وسيتم عرضها على الاجتماع يوم غد إن شاء الله. بالتأكيد هناك مناقشة، لكن المناقشة الرئيسية ستكون يوم غد على ضوء النتائج أو التوصيات اللي راح ترفعها لجنة المنتخبات اليوم لاجتماع يوم غد إن شاء الله. لا، هو إضافة اليوم بس لأنه فيما يخص لجنة المنتخبات تم إضافة الأسماء الكبيرة المعروفة، الأستاذ أكرم أحمد سلمان والكابتن الدكتور يحيى علوان والأخ خلف كريم، الأسماء مهمة تدريبية لها يعني لديها باع طويل جدا في مجال كرة القدم وممكن أن تشكل إضافات قوية للجنة الموجودة في لجنة المنتخبات. طيب، هذه كان أبرز مقررات اجتماع اتحاد الكرة. مثل ما ذكرنا اليوم أنه يعني السيد علي الأسدي كان ممتعض جدا بسبب عدم تبليغه، وأكدوا أنه أمين السر يعني ما بلغه. هذا عمل ودور أمين سر اتحاد الكرة صباح رضا، الدكتور صباح رضا، هذا من أولويات عمله في اتحاد الكرة أنه يبلغ أعضاء الاتحاد بالاجتماع وبما راح يدور في هذا الاجتماع ومحضر الاجتماع، يعني أنه كله يكون على طاولة أعضاء اتحاد الكرة، لكن ما تم تبليغه اليوم. وأكدوا أعضاء الاتحاد يعني أنه من زعل فاتصلوا بي، قالوا له يعني اتصل بهم تفاجأ من الإعلام أنه كل يوم اجتماع، فقالوا له احنا مبلغين بالجروب اللي هو خاص بأعضاء اتحاد الكرة. زين، فطلع عندكم جروب حلو، زين تضيفونا بالجروب لو لا هتنعرف شو تحكون شو تقولون. زين، وحتى يعني اليوم أضحكني يعني السيد علي الأسدي قال إذا هو الجروبات كلها صباح الخير ومساء الخير وجمعة مباركة، بيقول ما أعرف إيش وقت كاتبين إنه هاكو اجتماع. المهم هذا الموضوع إحنا مو مهم جدا بقدر ما إنه السيد علي الأسدي اليوم ممتعض. هل سؤالنا هنا، هل راح يستمر كعضو في اتحاد الكرة أم راح يقدم استقالته لمجلس إدارة اتحاد الكرة؟ سؤال هذا راح تكشف لنا الأيام القليلة المقبلة، راح تكشف لنا العديد من المواضيع.
ايضا جمع الاتصال اليوم بالسيد عدنان درجال واكد انه محكمه كاس حددت موعدين، يعني طلبوا من عندنا انه نحدد واتحاد الكره يحدد. اتحاد الكره مثل ما ذكرنا قال انه بعد شهر السادس، يعني بعد رمضان، يعني بعد شهر السادس او السابع يكون الجلسه. المعترضين لا، قالوا احنا نريد موعد قريب في الشهر الثالث. فالان ما توصلوا الطرفين الى اتفاق، فالان دور محكمه كاس انه هي اللي راح تحدد التاريخ، والطرفين يكونون ملزمين بالحضور الى محكمه كاس. وايضا المواضيع كثير راح نتحدث بها، لكن اليوم زميلنا احمد سعيد كان متواجد في مقر اتحاد الكره، وقبل لا يدخلون الاجتماع سال السيد كامل صغير ابو وسام شنو رايك بالمظاهرات، وصف المظاهرات بانها مسيسه ومدفوعه الثمن، وقال احنا ما نخشى احد واحنا موجودين بالاتحاد، اللي عنده مقترح حتى ما احرق لكم التصريح خلينا نتابع. اليوم نشوف باسل عبد المهدي اللي هو شقيق رئيس الوزراء يجتمع بالرياضيين ويتقرب عليهم، وبنفس الوقت هو بعيد عن معاناة الأندية وبالتحديد أندية مدينة الصدر. لا احنا نشوف الدكتور يعني رجال علاقتي به طيبة، فنتمنى اليوم لولاك بالوزارة اقدر اتحدث وياه، وهم كان داعمنا من كان بالوزارة يدعم ينطي النادي الحسين ينطي الأندية مدينة الصدر، فيختلف عن غيره. يعني مالنا بالمجتمعات، عندهم مجتمع تعرف اجتماع مكتب تنفيذي جديد لجنة أولمبية جديدة، فصير اجتماعات وصير جروبات لهذا السبب. احنا نقول لهم خلوا الرياضة، لا احد يدخل بالرياضة، انتخابات اللي يفوز يفوز واللي يخسر يخسر، وبالعكس احنا بزمن الديمقراطية ماكو واحد يزعل من الاخر، يوم انا افوز اخسر ما فاعتيادي. بس احنا يعني نقول للناس اللي جلسات خلف الكواليس اتركوها لين ما تخدمكم، لان في يوم احنا ينفذ صبرنا كاتحاد كرة قدم، وأنا واحد معلم ينفذ صبره وأتحدد غير حديث كبير، يمكن حتى العراق ما راح يلف فيهم دول الناس. عندك أسرار وخفايا عليهم؟ طبعا هواي أسرار وخفايا، بس أنا المحترمين نفسنا في الوقت الحاضر، لأن هم دي يحركون الشارع ودي يحركون الناس من جوه اللي جوه في سبيل على مود المظاهرات وعلى رأسنا المظاهرات. وأهلا وسهلا بهم، وإحنا يوميا دندام بالمناسبة من الصبح للعصر يومي، اهلا وسهلا، ومن حق الواحد هذا الدستور كيف التظاهره عادي ما عندنا اشكال. بس انا ما اريد المتظاهرين، لان احنا نقدر نوصل لاي واحد، ما نريد متظاهرين سيون على الاخوان، يعني اكو شغلات معيبه زحمه بحقنا. شوفوا مسيسه هاي المظاهرات؟ اي طبعا الناس معروفين، وان شاء الله نعلن عنهم ان شاء الله. انتوا منعتوا حتى عدد من القنوات لا وانا شوف انا منعنا، احنا ناس بالعكس كلهم اخوتنا وصدقائنا، لكن دورات انت تجي يومي ضربنا راجدي يومي ضربنا راجدي، انا ما اشيل ايدي، انا ما اخاف من عندك، لا احنا عندنا لسان نتحدث في القنوات، نقول لهم يا اخوان تاكدوا من الخبر، اليوم الخبر انا من اريد احكي اتحدث على شخص يكون عندي دليلي خاطر باكر طلع الدليل، احنا عندنا ادله وثائق عندنا كل شيء، كل واحد يتحدث علينا عندنا ادله عليه. فمن هذا الباب نقول لهم بالعكس باب الاتحاد مفتوح لاي واحد. صار من ساعه خابرنا الاخ عمر راح نشوف محمد خلف شنو الموضوع، بس قلت لك مو دائما واحد يشطر بينا، احنا ما نشيل يدنا، يعني زحمه شوي معيب علينا. تحياتنا للسيد كامل صغير، يعني بصراحه هو يعني كل بعض يلوم السيد كامل صغير حول هذا الموضوع انه هو عفوي الرجل، انا مو دفاعا عنه لكن هو عفوي اللي بقلبه على لسانه، فالكلمه اللي يحكيها طق بطق مثل ما يقولون. طيب موضوعنا اليوم انه قرارات اجتماع اتحاد الكره، وهل هي قرارات ملبيه لطموحات الشارع الرياضي اللي خرج بتظاهرات صح اعدادها قليله، لكن اليوم بصراحه الكل اللي يتكلم عن المظاهرات ما شفنا اعداد قليله اليوم اللي طلعت في المظاهرات وفي حتى المظاهرات الاولى وايضا هذه المظاهرات الجمعه الماضيه. ورحب بضيفي في هذه الحلقه الصديق العزيز والكابتن المدرب القدير الكابتن سامي بحت. اهلا وسهلا بك كابتن سامي في هاتريك، في حلقه هاتريك لهذا اليوم. منين ابدي معك؟ ابدي من خروج المنتخب من دور ال 16، التخطيط، العمل، اليوم قرارات اتحاد الكره، تصريح السيد علي الاسدي ما مبلغ، منين تحب نبدي؟ انا حاضر، طيب كيفك انت اليوم اختار منين نبدي؟ خروج المنتخب نبدي يلا. ابو عبد الله، اولا تحياتي لك والسلام حبيبي استاذ داود يا ولد. تحياتنا لك. انا بس كل الموضوع لفت انتباهي شغله واحده، يعني كان المفروض ان ما تصدر من اتحاد كره القدم صراحه. شنو موضوع يعني اعطاء فرصه اخيره للمدرب كاتانيتش، هاي المفروض ما تنطلق هذه الكلمه وهذه الجمله. اذا اكو شيء هو امامهم خيارين،
أما تجديد الثقة بالمدرب أو إنهاء خدمات المدرب، هذا المتعارف عليه بكل الاتحادات أو أي نادي أو اتحاد أو من يريد يجدد الثقة يعلنها علني بأنه نجدد الثقة حتى يعطون دعم للمدرب يواصل عمله، أو إذا ما عندهم مثلا ثقة بالمدرب إنهاء خدمات، هاي حاليا فقط. أما أعطى فرصة أخيرة فهذا ضغط على المدرب، أنا أشوفه مصب في مصلحة كرة القدم بالعراق. هاي النقطة اللي لفتت انتباهي بصراحة أستاذ داود. طيب أبو عبد الله خلي أبدي معاك اليوم من خروج المنتخب قبل البطولة، قبل البطولة أنت كنت ضيفي في هنا في الاستوديو وأيضا تكلمنا حول هذا الموضوع، موضوع مشاركة المنتخب في أمم آسيا، كاتانيتش عند الفرصة ما عنده، كلمت وفعلا انه ربما اغلب المحللين او اغلب المدربين اليوم اللي جبتهم في البرنامج اكدوا انه منتخبنا ما راح يذهب بعيدا الى دور من الدور الثاني او دور ال16. على شنو استندت انت اليوم من بتحليلك لهذا الموضوع؟ على شنو استندوا بقيه الاخوان بقيه الزملاء؟ انا خل اخذ من وجهه نظرك اول مره. نعم نعم استاذ داود، يعني الامور واضحه، الكثير من الدول متطورة ويعني استعداد جيد، عندها دوريات قوية، عندها آليات عمل محترفة على مستوى عالي، فكثير جوانب أصبحت اليوم في كرة القدم مهمة هاي الدول وصلت لها وقدرت أن تتعامل معها بشكل احترافي على مستوى عالي. إحنا للأسف الشديد بعدنا ما واصلين، كثير أكو نقاط مهمة ما واصلين لها وباقين بس نعيش بدوامة يعني التآمرات، واحد يتكلم على الثاني وكثير أمور تنقصنا وكثير أمور ما بدينا بيها. الخطوة الأولى بعدنا لحد الآن ما بادين بالخطوة الأولى الصحيحة اللي توصلنا للأمام تنقذ كرة القدم بالعراق. احتاجنا فكر وآليات جديدة تتماشى مع واقع كرة القدم الحديث، أما الأفكار القديمة والأفكار الترقيعية فهاي ما راح توصلنا ولا راح تنتشل الواقع اللي نعيشه للأسف الشديد. تكلمنا كثير فيجب أن يكون كلامنا إلى صدى للإخوان الأعزاء باتحاد كرة القدم. طيب اليوم أنا أسمع من خلال حديثك بأنه إضافة أعضاء جدد للجنة المنتخبات وإضافة، لا هذه مو حلول، الحل الترقيعية هو تعتقدها؟ حل طبعا حلول ترقيعية، احنا نريد حلول جذرية. أولا تشكيل لجان جديدة حديثة، فكر جديد بشخوص جديدة تطرؤة جديدة. نقطة ثانية، اليوم اتحاد كرة القدم يبحث عن مدير فني ويخاطب الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي حتى يعين له مدير فني. زين مو عندكم لجان، ليش مو اللجان هي تختار؟ هل من المعقول أنا أريد تجيب لي شخص مناسب أروح أطلب من غير واحد يجيب لي إياه وأنا أختاره؟ فإذا يجب أن تكون اللجان محترفة، فكر جديد، ويعطون مجال للطاقات الشابة. اليوم كل العالم في مجال كرة القدم كل شباب يديرون هذه اللجان ويديرون هذه اللعبة بالشكل الصحيح، لأن يعني عندهم فكر جديد وعندهم رؤية جديدة، وهي كرة القدم أستاذ داود اليوم دخلت بها جوانب جديدة، جوانب التكنولوجيا وجوانب الحداثة. فأغلب اللي يدير هذا الواقع هو الناس الشباب اللي متوالمين مع هذا الوقت، هذا العصر، حتى نتكلم يعني مطلق الصراحة، عايشين هذا الواقع وهذا الحداثة وهذا التطورات. فيجب أن نبدأ وندعم جيل جديد من الشباب ونعطيهم الفرصة، نمنحهم الفرصة المناسبة حتى يديرون الأمور بالشكل الصحيح. مع احتراماتنا للكل، خبراء، ناس محترمين، مدربين قدامى، لا بأس، لكنه يجب أن تضاف دماء جديدة لكل اللجان حتى تصير هنالك آراء جديدة، فكر جديد، يعطي دماء، يضخ دماء جديدة للواقع. زين، أكو 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 شغلة يعني أنا حتى أريد أتكلم بها. هل تعتقد اليوم أنه الاتحاد الدولي والآسيا وهو اللي راح يبحث، يعني الاتحاد راح يفاتح الاتحاد الدولي والآسيا ولتعيين مدير فني أو لتقديم أسماء، والاتحاد هو راح يناقش سير هؤلاء المدراء، ربما أنه يختار أحد الأشخاص يكون مدير فني حتى يرسم استراتيجية وعمل وخطة الاتحاد العراقي للسنوات المقبلة؟ ما عندنا احنا ناس اليوم، ما عندنا لجان اليوم، ما عندنا لجان انه تروح هي تبحث عن سيفيات، عن مدربين، عن مدراء فنيين عملوا في اتحادات عديده. اي مو انا جاوبتك على السؤال، يعني سالت هذا السؤال، يعني
اولا شوف حتى يعرفونها، ما وصل لهم انا معلومه. معايير المدير الفني حسب الاتحاد الدولي ما تقل خبره عنده ما تقل عن 15 سنه واعلى شهاده البروفيشنال لازم عنده. هذا معايير الاتحاد الدولي بالنسبه للمدير الفني ومعايير الاتحاد الاسيوي. تم استحداث منصب المدير الفني بالاتحاد الاسيوي قبل الاتحاد الدولي 1997 تم استحداث منصب المدير الفني، وبال 2000 تم استحداث منصب المدير الفني من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. المعايير المطلوبة في المدير الفني هو مثل ما قلت لك خبرة طويلة زائدا يحمل أعلى شهادة تدريب، يضع البرامج التدريبية التطويرية بالنسبة للأعمار السنية، ويكون يعطي المحاضرات للمدربين، يشرف على الوحدات التدريبية للمدربين، يختار المدربين بالنسبة للمنتخبات الوطنية. هذه مهام المدير الفني. وإذا يردوني يعني يدزون على الاتحاد أعطيهم تفاصيل أوصل معلومات لا بس ما عندي أي مشكلة بأنه شنو المعايير المطلوبة بالمدير الفني. زين. فهو يضع برنامج تدريبي، هو يختار المدربين، هو يشرف على المدربين بالنسبة للوحدات التدريبية، هو يطور المدربين من خلال الورش التطويرية وهكذا. زين، يعني هذا كل هي يعني بإيدي هي المدير الفني اللي أنت تحدثت عنه اليوم، يعني هو اللي راح يرسم سياسة عمل الاتحاد. يعني زين، طيب راح نقدر إنه اليوم إحنا نجيب مدير فني ويطبق هذا الكلام اللي أنت قلت حضرتك، يعني من رسم سياسة الاتحاد من دوري الفئات إلى 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 المدربين، تطوير المدربين، وضع مناهج، وضع خطط المدربين، تعتقد اليوم مدربين يتقبلون هذا الأمر؟ أنا خلي أكون واضح وياك وصادق، انت اليوم كمدرب تعمل، من يجيك مدير فني للاتحاد سواء من اي جنسيه كان، انت اليوم ملزم بانه تطبق الخطه اللي راح ينطيك اياها او الفكره اللي راح ينطيك اياها، وهي مطلوبه من عندك حتى تتطور انت في المنتخب الوطني. انا اتكلم على استاذ داود، اتكلم على المدير الفني بالنسبه للاتحاد، للاتحاد يعني منتخبات الاعمار السنيه. المدير الفني اي طبعا ملزم اي مدرب، لان هو يختار المدربين، المدير الفني هو يختار المدربين، هو يضع البرنامج التدريبي وهو يشرف على هؤلاء. يختار من المدربين منو؟ الفئات العمريه التدريبي. الفئات العمريه حسب شنو يختار؟ اي يختار مدرب منتخب الشباب، مدرب منتخب اولمبي، مدرب منتخب الناشئين، مدرب منتخب الاشبال. المدير الفني هو يختار. اكون صادق وياك، هسه يزعلون من يختار؟ مدير فني كابتن سامي تحكي صدق؟ قلت له انا اقول لك استاذ داود، بس اسمه من راح يخليه؟ استاذ داود حبيبي من يخليه؟ انا خليك ما اضع وياك من المدير الفني. انت تعرف احنا جاي نتبع سياسه، اعرف اعرف هاي بشكل عام انت، بس هذا يمنا ما راح يمشي. انسى لي هذا الموضوع، انسى لي اياه، انسى لي اياه، شوف لي غير شيء. ما يمشي شكو جايبين لاعب مدير فني، انسى لي اياه، شوف لي غير شيء. انا خليك صادق وياك، ليش انا ويا الجمهور صادق وتهمينا؟ يعني انا معروف، بس انت اللي جاي تحكي هذا يروح يطبق ببلجيكا، يطبقه بقطر، يطبقه بالامارات، يطبقه بالسعوديه، مو يجي منه يطبقه فلان اذا طلع فلان. لا ما نجيب، لا ما يمشي ما نجيب. احنا شكو جايب؟ هو مو بس مدير فني استاذ داود حبيبي، بس خلي اوصل بعد فكره. يلا تفضل. المدير الفني هسه اكو دول كثيره، اكو فريق فني مع المدير الفني، فريق فني متخصص، ذول يضعون الاليات التطويريه مثل الدوري. من يضع الفريق الفني بقيادة المدير الفني؟ فريق فني متكون من 8 من 6، بألمانيا 40 واحد على فكرة، 40 واحد اللي يسموه الفريق الفني اللي يضع الاستراتيجيات المهمة لكرة القدم، وش تحتاج كرة القدم، وكيف يطورون كرة القدم من خلال أي بطولة يلعبوها. مثلا المنتخب الألماني يطلعون استنتاج من هذه البطولة، شنو صار الإخفاق وشنو الإيجابيات وشنو السلبيات، ويضعون من خلال اي بطوله معياريه يضعون البرامج التصحيحيه على مدار يعني استراتيجيه مدار مثلا 10 سنين 8 سنين، شنو تحتاج كره القدم من تطويرات حديثه حتى يضيفوها الى المناهج، وتكون ملزمه لكل الانديه. سنه من السنين هم اجبروا الانديه على فتح اكاديميات في كل نادي، شرط ان يكون عنده اكاديميه تهتم باللاعبين الصغار السن، هذا اجباري يعني على الانديه، فرضوه فرض وهكذا. يعني هذا العالم اللي يشتغل صح ويريد يقدم كره متطوره. زين، فهي بس مجرد نماذج استاذ داود. انت بعد هذا كلامك تعتقد راح يدزون عليك؟ خليني اكون صادق وياك. نعم اقول لك، بعد هذا كلامك تعتقد من قله الترقيعيه الحلول القرارات
راح يدزون عليك. اي يعني ليش اقول لك ما نريد احنا حلول الترقية ما تفيد، هم لهم للاتحاد ما راح تفيده، راح يبقون تحت ضغوط. لا اذا يصير عمل جديد باليات جديده بناس يعني عندهم افكار جديده، بالعكس الاتحاد هو ينجح. انا اريد الاتحاد ينجح، بس من ينجح الاتحاد؟ يجب يكون المهني الحقيقي الصحيح هو ينجح الاتحاد، وتنجح كرة القدم من خلال نجاح الاتحاد. أنا بالعكس ما عندنا ايش اريد، اريد كرة القدم بالعراق تتطور. زين. ما نبقى انا خلي اركز على موضوع نخسر ونطلع ونفس الكلام نعيده. انا خلي اركز على موضوع جدا مهم، هو المدير الفني. اليوم المدير الفني اذا احنا يعني كان صادق اتحاد الكرة بهذا الموضوع وتحرك بسرعة، المدير الفني يفيدنا. التجربة البلجيكية خلي اسميها التجربة البلجيكية، انت يمكن اطلعت عليها حضرتك صح لو لا؟ التجربة البلجيكية نعم، عينوا مدير فني اتدخل حتى في الدوري البلجيكي، انه الخطة اللي يلعبها الفريق الفلاني نطبقون هذه الخطة. حتى اللاعب اليوم من يوصل للمنتخبات الوطنية هو لاعب هذه الخطة ويعرف ومطبقها، وشفنا ثمار المنتخب البلجيكي شنو صار في كأس العالم الأخيرة بمدير فني تدخل في الأندية تدخل في هذا. أنا سؤالي، هل يستطيع اليوم المدير الفني سواء كان من يكون، أي واحد أي شخص يكون، سواء كان عربي آسيوي من أي جنسية، أجنبي من أوروبا من أمريكا من البرازيل ما أعرف، هل يستطيع اليوم أنه يفرض رأيه على مدربي المنتخبات الفئات العمرية سواء الناشئين الشباب الأولمبي وحتى الوطني، ويقعد يناقشهم يتقبل عندنا هذه الثقافة؟ اليوم المدرب من يتقبل نقد المدير الفني أو يقول له أنت غلط أنت أخطأت في هذه في هذا الأمر، أو عليك أنه تلعب بفلان خطة؟ أنا ما أعرف. طبعا لازم هذا لازم، لأن مثل ما قلت لك شوف أنا مو هاي كل العالم يشتغلوا هذا الشغل أستاذ داود. أنا سنة من السنوات أيضا كان علي مدير فني بس هولندي، كان وين كان يطلب من كل مدرب من كل مدرب حتى الوحدة التدريبية اليومية، يعني يطلب برنامج أسبوعي برنامج شهري وبرنامج يومي. أنت من تجي تدخل الوحدة التدريبية لازم على البرنامج مالته تكون مرسومة، يعني أنت بالكمبيوتر مخطط للوحدة التدريبية قبل لا تدخل للملعب، تسلم الوحدة التدريبية مرسومة وشارح بها النقاط الفنية تعطيها للمدير الفني وتدخل للملعب. كل الـ الأمور الفنية هو مسؤول عليها المدير الفني. زين. ولهذا ليش قلت لك هو يختار المدربين، لأن يعرف نوعيات المدربين اللي راح ينجحوه للمدير الفني، ما يجيب أي مدرب لأن راح يمشي على برنامج تطويري حيتطور من خلال المنتخبات. كل المنتخبات المدير الفني هو مسؤول عليها، المنتخبات الأعمار السنية أتكلماني. زين. هو هي الأعمار السنية هي 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 هي, هي, هي خلينا نقول هي البنية الصحيحة للمنتخب الوطني. إحنا اليوم دائما ما يعني صح. أغلب لاعبين يعني إذا أتكلم أنا أتكلم هذول اللاعبين اللي أغلبهم كانوا اليوم شهادتهم من منتخب القطر، هم كانوا في منتخب الناشئين اللي إجا إلى العراق ولعب في التصفيات إذا تتذكر في دهوك في محافظة دهوك. كانت اليوم وين هم اللاعبين اللي كانوا عندنا بالناشئين؟ راحوا انتهوا. شوف العالم هذا العالم يشتغل صح استاذ داود، العالم يشتغل صحيح خصوصا بالاعمار السنيه. هذا اللاعب تربيه يربوه تربيه صحيحه وفق برامج تدريب. سانشيز اللي حاليا مدرب المنتخب القطري كان احد مدربي سباير وكان عليه مدير فني على فكره، كان مسؤول على سانشيز مدرب انجليزي مدير فني ويشتغل على المنهاج اللي يضع المدير الفني لأكاديمية سباير ويشتغل عليه وهكذا. فهذا صعد بالتدريج مع مجموعة من اللاعبين منتخب شباب بعدين منتخب أولمبي بعدين حاليا على المنتخب الوطني، وذولا تم تربيتهم وتأهيلهم بالشكل الصحيح من أعمار صغيرة إلى أن وصلوا للمنتخب الوطني. مرت عليهم بحدود تقريبا 12 سنة، هذا يسموه عمر التدريب لهؤلاء اللاعبين. يعني المراحل اللي مروا بها مراحل تدريجية بالنسبة للأعمار السنية كلها مرت عليهم، ولهذا مستواهم تطور وصار عندهم فكر وثقافة لعب على مستوى عالي، واليوم نتاجها إحراز بطولة آسيا. فالعمل مو عمل فقط بس بالكلام، لا بالتطبيق الفعلي والحقيقي الصحيح وفق آليات صحيحة وفق شراف أي مدرب. خلي أناقشك بموضوع أبو عبد الله، خلي أناقشك بموضوع اليوم يعني أغلب المواقع وأغلب الرياضيين واغلب اللاعبين المنتخب القدامى كلهم لاعبين دوليين، يقول لك اليوم احنا البعض منهم نصهم
هل أقدر أقول لك نصهم هم مع استمرار كاتانيتش، والنصف الآخر يقول لك لا خلاص أخذ فترة كافية ما شفنا شيء من عنده، ما طور المنتخب. البعض الآخر قال لك لا يا أخي انطيه فرصة، هذا اللي إحنا مو يعني مو بعد كل بطولة وكل إخفاق نجي نقيل المدرب ونجيب مدرب جديد ونبدي نستدعي لاعبين جدد، وهم أنا يحتاج لنا 4-5 شهور حتى يتعرف المدرب على اللاعبين. أنت مع من؟ مع إقالة أم الإبقاء؟ والله أنا لا مع الإقالة ولا مع الإبقاء. التعاقد هو من البداية غلط. أولاً التعاقد هو من البداية غلط. طايح خصمت لك. مو بالضبط. بالضبط. من أجيب مدرب أما أعطي فرصة كافية للعمل. أنت عندك أجندات. أنت عندك أجندات. من تتكلم هذا الكلام. نعم. إيه أجندات خارجية عندك. شلون؟ بدي أقول لك أزلي جوا يقول لك عندك أجندات خارجية. هاي التهمة موجودة حاضرة. إيه هاي حاضرة هاي التهمة هيك تلزق قبل. لا شعدي بالعكس أنا أتكلم واقع وحقيقة ما عندي لا أي شيء. طيب تفضل. أنا عندي أهم شيء هو داود عدي، أهم شيء مصلحة كرة القدم بالعراق. والله العظيم ما عندي لا زائد ولا ناقص. صحيح. وأتكلم وفق رؤية فنية فقط يعني. والمدرب حقيقة كان المفروض قبل يجيبوه يعني تكون اللجنة الفنية اللي تجيب المدرب على مستوى عالي ويخططون شو يريد من المدرب، ما هو المطلوب، يطول الفرصة الكافية لتحقيق أهداف المدرب. يكون هدف عندنا يجب أن نوصل للهدف بس بفترة زمنية محددة، يحددون الفترة. أنا مو أعطي المدرب فترة قليلة 4 أشهر وأريد أطالبه بإنجاز، لا صعبة صعبة في ظل الظروف اللي يعيشها والنواقص اللي تعيشها كرة القدم بالعراق. إحنا دورينا ضعيف واقع، لحد يتهرب من عنده. يحتاج لنا تطوير الدوري العراقي. أعمار سنية تكلمنا بها أكثر من مرة، ما عندنا، ما متأسس لاعبنا بالشكل الصحيح، على الرغم عندنا آلاف اللاعبين المواهب على مستويات عالية يحتاج لهم عمل حقيقة حتى تتطور هذه المستويات ويصير عندنا لاعبين أفكارهم ثقافتهم كثير جوانب مكتملة من كل هذه النواحي اللي تكلمنا عنها. يحتاج لنا كثير عمل حتى نرتقي وصار عندنا منتخب على مستوى عالي قادر على المنافسة، قادر على منافسة في بطولة أمم آسيا. اليوم إحنا حتى من راح المنتخب ما كان عندنا ذيك الرؤية المكتملة على المنتخب، لا بأسلوب لعب ولا طريقة لعب ولا تشكيل الثابت، هاي كلها كانت غامضة بالنسبة لنا. ها زين. طيب أنا يعني أريد هسه أناقشك موضوع. هل اليوم الأندية هي أنديتنا قادرة أنه حتى لو الاتحاد اليوم قرر يطلق دوري للناشئين للشباب لأي فريق لدوري رديف، سوينا دوري رديف الاتحاد الكرة أعلن عن إطلاق دوري رديف، يا بتعالوا الأندية والفرق خلي تيجي تشارك، 8 إيجوي ما أدري 7 كابتن يقول لك بالأزمة المالية وما عندنا فلوس وإحنا الفريق الأول بالقوم كفين مصاريفه. هذا الموضوع باستطاعة الأندية، أوكي هسه الاتحاد يقول لك أنا أسوي دوري ناشئين ودوري أشبال ودوري شباب ودوري رديف، بس الأندية راح تشارك؟ أنت احكي لي هنا التخطيط، هنا الأساس، أساس النادي، هي إدارية للنادي. راح نظل إحنا نعتمد ونرجع للمربع الأول اللي هو اعتمادنا على المؤسسات الرياضية. يا أخوان انسلخوا، خل أحكيها هيك، انسلخوا عن المؤسسات الرياضية، سووا ادعوا إلى اجتماع، أنتم مو تحبون، كافي نتعارك على المناصب والكراسي. يعني أنا من جاي أشوف هيك وضع، نتعارك على المناصب، نتعارك على الكراسي، نسوي تكتل هنا، نسوي تحزب هنا، نسوي هنا نفاق هنا قالوقيل، هاي ما تفيدنا ولا راح تخدم كرتنا اليوم. هاي أتمنى أنه رسالة من أخ صغير لكم أنه تسمعوها اليوم، هذه ما تفيدنا، تفيدنا أنه اليوم كيف أنت تطور الأندية العراقية، كيف أنه تخليها تخرج من المؤسسات اللي تابعة إلها وتسويها هي شركات مستقلة استثمارية تجيك فلوس من عندها. كافي نعتمد إحنا على المؤسسات، صح لو لا كابتن سامي؟ صح أستاذ داود، خلي أشوف أوضح صورة كيف الدول تعمل بالنسبة للدوريات المراحل السنية. هناك لجنة في كل اتحاد يسموها مثلاً بقطر لجنة التطوير، في الإمارات اللجنة الفنية، في بالأردن اللجنة الفنية. هاي اللجنة مسؤولة فقط على دوريات المراحل السنية وتطوير دوريات المراحل السنية وتطوير المدربين العاملين في المراحل السنية في مختلف الأندية. إجبار الأندية إلزام وإجبار الأندية على المشاركة بالدوريات المراحل السنية
اللي هي تبدي مرحلة البراعم 6 سنة 7 سنة 8 سنة 9 إلى 10 سنة هاي يسووا لهم مهرجانات بعدين تبدأ المراحل الأخرى مرحلة الأشبال دوري للأشبال مرحلة الناشئين دوري للناشئين مرحلة صحيح. الشباب دوري للشباب ومرحلة الرديف دوري للرديف هذه الدوريات مسؤول عنها اللجنة الفنية هي تراقب المستويات وتراقب المدربين وتراقب الحكام وتراقب كل الشغلات المرتبطة بهذه الدوريات هي هذه اللي راح تنتج لك لاعب حقيقي ولاعب صحيح بس وفق الأعمار الحقيقية الصحيحة صحيحة. ممنوع منعا باتن التلاعب بالأعمار هاي وفق شروط مهمة لازم الاتحاد يتبنى هذا الموضوع ويدرسه بالشكل الصحيح ويبدأ الخطوات الأولى يجب أن يبدأ بالخطوات الأولى اللي تكلمت عليها هي دور المراحل السنية طيب. ويعطيها دعم ويعطيها اهتمام وحتى وسائل الإعلام لا بأس إذا تنقل مباراة الدوري الأعمار مثلا تنقل لك دوري الشباب تنقل دوري الناشئين وقنوات العربية قاعد تنقل الدوريات بالنسبة انت تدري دوري الفئات دوري الفئات العمرية انه اذا انت متصدر وتاخذ دوري تروح 5 نقاط الى فريقك الاول اللي يلعب بالدوري الممتاز اذا في دوري الشباب اذا الناشئين تروح لك 3 نقاط للفريق اللي في الدوري الممتاز يعني الفريق الكبار خلينا نقدر نسميه من الخط الاول عرفت الاشبال نقطتين هيجي هاي كل يعني هاي كان عندنا هاي قبل 2003 عندنا هذا الموضوع وحتى مباريات الشباب كانت تقام قبل المباريات اللي الجماهيريه اذا تتذكر صح ولا نعم نعم انا طيب. لاعب استاذ داود انا لاعب دوري الشباب ولاعب دوري الاشبال ولاعب دوري الناشئين كنا نلعب بالسابق قبل الفريق الاول يعني انا اتذكر لعبنا مره بملعب الشعب كنت بنادي الطلبه بالشباب الملعب كان مقبط فل لعبنا قدام الفريق الاول فتحس يعني انت بثقه تحس ناس باو عليك هذا يعطي دعم للاعبين الصغار اهتمام زين. ولهذا هسه حاليا اكو قنوات مختصه بس تنقل لك دوريات الشباب والناشئين فمن يصير هكذا اهتمام راح ينتج لك كثير مواهب كثير لاعبين ما تحير بعد تجيب لك صانع العاب ما عندك لا عشرات اللاعبين راح تخرج لك هذه عندك. المراحل بس على شرط وفق عمل صحيح وفق عمل عندنا يعني مدربين مختصين بهذه الفئات عندنا لجنة التطوير يصير العمل حقيقي واقعي عندنا لجنة التطوير طيب أنا باختصار شباب بس ثواني الأستاذ طلال العامري يبعث تحيات لك كابتن سامي وقال أنه من رأيي الخاص الحلول الآتية أولا تجميد كل النشاطات الرياضية لمدة 2 سنين ثانيا تجفيف منابع المال عن كل الاتحادات ومن بينها القدم ثالثاً تشكيل هيئات مؤقتة لترتيب كل مفاصل الاتحادات والرياضة العراقية والاستعانة بأناس لم يتواجدوا في أي اتحاد أو أولمبية يعني وضع أساس غير ملوث أسس غير ملوثة رابعاً حل جميع إدارات الأندية وتسمية هيئات مؤقتة ما أعرف حتى لو تتوقف 2 سنين يقول لك الرياضة بس نرجع نعيدها من جديد مع رأي الأستاذ طلال عامري والله باختصار كابتن هي الآراء كثيرة يعني أحترم رأي الأستاذ طلال بس إحنا هسه ما نريد يعني نبدأ من تحت الصفر يعني على الاتحاد يمكن عنده فرصة اليوم حقيقية وحتى يحتاج لنا عمل مثل ما قلت لك صحيح عمل باليات صحيح ويحتاج لنا مجلس جديد مجلس أعلى للرياضة يقود يعني حتى انتخابات موضوع الأندية موضوع الانتخابات يعني هاي يجب أن تشرع قوانين جديدة للرياضة بصراحة حتى نخطو خطوات جديدة بآليات جديدة بعمل جديد بفكر جديد محتاجين عمل كبير جدا طيب أنا أشكرك كابتن سامي بحث المدرب والمحلل الفني شكرا جزيلا لك لحضورك معي اليوم في برنامج هاتريك قرارات الاتحاد اليوم يعني كثير عليها من اللغط وأيضا حتى من الجمهور الرياضي راح نناقشها خلال الحلقات المقبلة تقبل تحياتي إلى اللقاء We'll be right back.